Anladım hocam. Sorun değil yani. تعمل لك مقطع وقتك الجولة في ساحات الخراب مع أسامة. يا عيني. بس عارف ايه المشكلة؟ ايش المشكلة؟ ان تجيلك لقطات طبيعية هما ما يبغوها تطلع زي الافتراش والحاجات دي. يا سلام. صح. افتح افتح يا شباب. شوي شوي افتح. ها شوي 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 شوي. اللهم صل على محمد. طبعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا السلام. السلام عليكم. جزاك الله خير. وانا طيب. خلني الساعة عندي تطلع. ما فهمت. لا ثواني خليها فاضية كده دلوقتي.
تايم لاب تايم لاب تايم لاب ما تحركش خلينا انا طيب واضحين الناس ايوه واضحين خدوا بالكم الاحسن في الاخير هتخرب اللي في الاول فاهم تصور الناس تصور فيديو انا عشان يهمني الحركه بس حقت الناس كواليتي مره زياده اللي بالصفحة كده حق لو سمحت ممكن نروح تاني كده شويه فيه قدام كده قدام كده يجي كمان قدام يلا بيخوف كده ايوه شوف استنى بس خلاص امسك واحد شيء بقى كده شوية ابغى اشوف القبة الخضراء بس لو ينفع من قدام شوية قدام كله ايوه كله خد بالك طيب شفت
سبق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هنا في شيء ناقص جوا. إيه. احرص على عدم مزاحمة إخوانك الزوار. ما في أي زحمة المقطع. صح؟ في إيه بيقوله؟ احرص على عدم مزاحمة إخوانك الزوار وعدم التدافع ولا تطيل الوقوف أمام محض الشريعة. ركزي زكي ذاكسي كيف زمين اللي خرب الآن
حجي حجي تعال كده Forgive me, Allah.